يقول جئت من سوريا ومعي زوجتي جاءتها الدورة الشهرية. نعم. وهي جئت من سوريا ومعي زوجتي جاءتها الدورة الشهرية وهي في الحرم، ماذا تفعل؟ هل تخرج من الحرم وتبقى خارجه وليس معها أحد، أم تمكث في الحرم دون أن تطوف وتسعى وتصلي؟ كان قصد بالحرم المسجد الحرام، هي ما تدخل لا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، الحائض ما تدخل المسجد إلا للمرور فقط، أما تجلس فيه لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فتبقى خارج الحرم عند الأبواب، تجلس عند الأبواب في التوسيعات الخارجية، التوسيعات الخارجية اللي خارج الأبواب تجلس فيها، وأن تعرف مكانها وتمر عليها إذا صليت. نعم.